اختتام مهرجان برشيد. ناس ولاد حريز العزاز اليوم تحية لهم من قلب القلب، تحية لهاد البلاد الطيبة وهاد الناس الطيبة اللي ماشي أول مرة كنكون معاهم. فتحية لولاد اليوسفية برشيد، تحية لهاد الناس اللي فعلا عزاز على قلبي، وفعلا تحققت الأمنية اليوم هاد السنة أنني نكون في هاد المهرجان. فشكري لجماعة برشيد من خلال سيد القادر. كذلك بغي نشكر كل واحد ساهم في إنجاح هاد المهرجان. اليوم الاختتام إن شاء الله غادي يكون بنكهة حريزية صحراوية بإذن الله. كيف جاك التجاوب مع السكنة ديال مدينة برشيد؟ ودائما التجاوب معهم كبير، ودائما حفاوة كبيرة واستقبال كبير، فهذا ماشي بالغريب على سكنة ولاد حريز. الناس طيبة دائما، معروف عليهم كريمين ومضيافين وناس الخير الحمد لله. كنتظروا الجديد ديالك، شنو هو الجديد؟ الجديد ديالي تريبابا كنصوروه دابا قريبا ان شاء الله غادي تشوفوها، اغنية حساني. سعيدة، بغينا نعرفوا الاصل ديالك والجذور ديالك منين؟ الجذور ديالي مغربية، بنت الحسن الثاني وبنت محمد السادس، انتمي الى بلد عريق من طنجة للبلاد. اسمعت سعيدة شرف مزيان، وحافظة ستار وسعيدة شرف يا كرزين، وحافظة ستار، ايوا حافظة ستار، ايوا حافظة ستار، اي هو من قلب الصحراوية ولدت ولد حريز عزاز وغاليين كنموت عليكم اليوم. سعيدة جدا، شكري لا مشروط لجماعة برشيد على هذه الاحتفالية الرائعة في اختتام فعاليات مهرجان برشيد. تحية لكم كاملين كنموت عليكم.